السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ مع قناة فن الرسم حاتم المصري. ان شاء الله النهاردة هنرسم انف بطريقة سهلة وبسيطة. هنرسمها بشكلين وهنتعلم الدرس ده مع بعض عشان نشوف احنا بنرسم الانف ازاي بطريقتين مختلفتين، ويلا بينا. دلوقتي احنا عندنا المسطرة بتاعتنا هنرسم بيها خط افقي بالشكل ده، وهنرسم عليها خطين رأسيين عشان الشكلين اللي معانا. أول واحدة بنيجي هنا وناخد ارتفاع الأنف حد فين؟ حد هنا، وننزل منها خطين عشان نشتغل عليها بنفس الشكل اللي هنعمله ده كده. ناخد 2 سنتي هنا ونعمل نقطة، ناخد 2 سنتي الناحية التانية ونعمل نقطة، ادي نقطة وادي نقطة في 2 سنتي في 2 سنتي، وناخد من النقطة اللي فوق اللي احنا عملناها ننزل كده بخط بسيط حد تحت حد النقطة بتاعتنا الأولانية، وناخد الناحية التانية من النقطة بتاعتنا التانية لحد نفس النقطة اللي فوق عشان يتقابلوا مع بعض. بقينا عاملين مثلث هنا، المثلث ده ناخد منه دايرة واخدة الربع التحتاني التلت أو التلت التحتاني، وناخد منه دايرة كده بنفس الشكل ده، وناخد دايرة من هنا على نفس مستوى الدايرة اللي في المنتصف، كده بالشكل ده على نفس المستوى بتاعه. اخد نص الدايرة هنا نقطة ونص الدايرة هنا نقطة، من هنا انزل لتحت كده، ومن هنا برضو نفس الطريقة انزل لتحت كده، كده الخط اللي في المنتصف قاطع نص الدايرة مع الخطين بتوعي اللي هما نازلين تحت دول كده. الشكل ده سهل وبسيط ومريح لأي حد أول مرة يرسم أنف. بطلع بنص دايرة فوق، بطلع من هنا نفس الطريقة بنص دايرة فوق، بنفس الشكل كده، وبطلع من هنا من نص الدايرة كده بخط لفوق وباخد من نص الدايرة برضو نفس الطريقة لخط لفوق، باخد من هنا مسافة حد الخط بتاعي اللي هو ده، واخد دايرة بالشكل ده كده بيضاوية،
اصبحت الشكل الدايره البيضاويه في منتصف الشكل كده نفس المسافه دي، هي نفس المسافه دي، انا بقيسها بعملها بمقاسات زي ما انتم شايفين. باجي من هنا باخد فتحه الانف بوصلها لحد اخر الدايره، نفس الطريقه بطلع فتحه الانف لحد اخر الدايره. كده بنفس الشكل ده كده باخد من هنا ببدأ اشتغل على الانف بتاعتي بالتظليل. نفس الطريقة الناحية التانية اظلل ببسيط بطريقه سهله كده وبسيطه. باجي من تحت برضو نفس الطريقه اظلل الجزئيه دي كلها. واجي من تحت الدايره اللي هنا اخد التظليل كده، اكون عملت نقطتين إضاءة، نقطة هنا ونقطة هنا، كمل اللي فوق كده خارج الدايرة مش خش جوه الدايرة خالص. أجي هنا في منتصف الدايرة واخد خط طويل كده ونفس الطريقة الناحية التانية نفس المسافة، خط طويل لفوق كده وظل الباقي بالشكل. بنفس الطريقة كده واجي بالقلم التقيل بتاعي ابدا اخدها حرف حرف كده واطلع بالدايره بتاعتي اللي انا عاملها من الاول كده، ونفس الطريقه الناحيه التانيه واخد من هنا فتحه الانف اظللها قوي كده، من هنا نفس الطريقة أظلل فتحة الأنف كده. بعد كده أشتغل بالتظليل بالقلم الأتقل وأجي بالودانة بتاعتي أبدأ أظلل الجزئية دي كده، بالراحة كده وأنا بظلل كده بالظبط، وأبدأ إن أنا أمسح كل الزوائد بتاعتي. وامسح الدايرتين اللي انا كنت شغال عليهم. نفس الشكل ده كده.
بالودانة بتاعتي أبدأ أشتغل برضو تظليل على الشكل بتاعي. كده بنفس الشكل ده كده. واجي اظلل جزئية تاني. بتاعت فتحتين الانف. نفس الشكل ده كده. واخد استيكة اعمل بيها نقطتين اضاءة صغيرين. من هنا ومن هنا، من الجنب ده والجنب ده. ولما اجي اظلل اظلل من حوالين الدايره كده بالراحه. عشان لو عاوز انزل بالخط اللي على الفم اللي هو بينزل كده اعمله بسهوله. كده ده الشكل الاولاني بتاعي اللي هو عبارة عن مثلث. برسم فيه الدوائر بتاعتي واعمل الانف بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. الانف التانية هو الشكل التاني ده، بيبقى بدايرة. بظبط انا دايرتي كده، باخدها في الربع الشكل، يعني انا باخد الربع اللي تحت الخط بالدايرة بتاعتي، وابدأ ان انا ارسم الدوران بتاع الدايرة. عملت دايرة زي ما انتم شايفين. باجي هنا اخد دايرة في المنتصف الدايرة ديت، نفس الشكل كده، واخد دايرة من على الدايرة كده، ودايرة من على الدايرة التانية كده بالظبط. الاتنين يبقوا نفس المقاس. واخد الدايرة اللي فوق كده، اطلع من على الدايرة هنا، واخد الدوران ده كده، ونفس الطريقة من الناحية التانية اخد من على الدايرة كده واطلع بالدوران ده كده. اجي من هنا اخد خط في منتصف الدايرة الاولانية وانزل بيه تحت سنة، ونفس الطريقة من الناحية التانية انزل بيه تحت سنة كده. واجي اخد ديت اتقل السنة دي ادخلها معايا جوه كده، ونفس الطريقة الناحية التانية ادخلها معايا جوه كده. واجي امسح الدايرة اللي انا عملها في الاول. انا كده وصلت للشكل ده، من هنا وصلت للشكل ده، هو هو نفس المثلث، بدل ما كان مثلث انا عملت دايرة. واجي اظلل الجزئية دي كلها. نفس الطريقة كده.
زي ما انتوا شايفين يا جماعة، انا ماسك القلم من اخر القلم كده، باخده من اخره ارسمه من اخره، امسك القلم من اخر القلم كده عشان يبقى تظليلي خفيف ما يبقاش تقيل. لو عاوز ان انا اتقل التظليل اخد طبقتين او ثلاثة فوق بعض مش مشكلة. اهم حاجة ما طلعش بره الشكل بتاعي. كده واجي اخد الودانة بتاعتي واشتغل على تظليل اللي هنا ده كده. واجي ابدا اتقل الخطوط بتاعتي، فتحه الانف اطلع بقى فوق سنه واروح نازل لتحت، واجي برده نفس الطريقه اخد فتحه الانف لفوق وانزل بيها لتحت كده سنه. كده وابدا اظلل تاني باتقل بقى. كل دي طرق يا جماعة سهلة جدا لأي حد مبتدئ بيشتغل بيها في البورتريه بتاعه. طرق كتير وسهلة جدا. كده احنا معانا طريقتين نقدر نشتغل بيهم. زي ما انتوا شايفين كده احنا معانا طريقتين نشتغل بيهم. في طريقة ثالثة سهلة جدا وبسيطة قوي، باخد بيها خط من هنا في المنتصف. الطريقة الثالثة ليه عشوائية شوية بس تبقى احسن بالشكل كده. خدت المنتصف وخدت دايرة بنفس الشكل ده كده، وباجي من الدايرة في الربع الأخراني طالع بخط منها كده نازل تحت على أول الدايرة بتاعتي، وآخد نفس الطريقة من الناحية التانية آخد خط على الدايرة بتاعتي، وآجي من هنا شادد خط لفوق كده واطلع بيه كده، واجي من هنا برضو نفس الطريقة خد شد لبره كده روح طالع بيه كده.
لو انا قفلت الجزئيه دي كده ابقى انا خدت مربع عشان اظبط المربع بتاعي واقفله كله كده كده ادي المربع اهو. ادي المربع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. رسمت مربع بمثلثين مقلوبين في ظهر بعض، واجي اخد في منتصفه دايرة كده. هنا في قمة المثلث دي وقمة المثلث دي بروح واخد خطوط وراح نازل في وسط الدايرة بتاعتي كده، واخد من هنا برضو خط وراح نازل هنا وسط الدايرة بتاعتي طالع بكده، واجي هنا عملية التظليل بتبقى بدري شوية اظلل المربع بتاعي، مقفلوش في التظليل عشان الاضاءة نقطة الاضاءة دي تبقى ظاهرة، واجي بالقلم التقيل بتاعي اجي اخد الدايرة بتاعتي دي كده نص دايرة كده، ونفس الطريقة الناحية التانية نص دايرة كده، بطلع منهم بخطين اللي فوق كده اظلل كده، ظللت انا كده اروح جاي اجي اخد نسب فتحة الانف بتاعتي على حسب الشكل اللي انا برسمه يا جماعه، مش على حسب ان انا اللي بعمله، لا الشكل هو بتاع البورتريه اللي انا برسمه هو اللي بيديني شكل فتحة الانف شكلها ازاي واعملها ازاي، واجي اروح ماسح مربع اللي تحت كده انا كده عملت انف بسيطة صغيرة وسهلة خفيفة بمربع، كده بنفس الشكل ده كده وريت اللايك الاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد مع قناة فن الرسم حاتم المصري، ان شاء الله هيبقى فيه جديد، انتظروا الحلقات الجاية فيه جديد جدا في موضوع البورتريه، وصلنا لأفكار جديدة إن شاء الله هننفذها بإذن الله، وبكده تكون خلصت حلقتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع قناة فن الرسم
حاتم المصري.